أهلا بحضراتكم مرة تانية ومعاكم في متابعتنا اليومية لأحوال الطقس. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء. وإليكم تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية كما يلي. هنشوف ارتفاع في نسب الرطوبة نظرا لامتداد منخفض الهند الموسمي على معظم الأنحاء. كمان ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم بتتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية. والتعرض المباشر لأشعة الشمس بيزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة. كمان هنشوف فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية زي مطروح والسلوم. أما بالنسبة لتفاصيل حالة الطقس غدا، فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم بتتراوح من 2 إلى 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية إن غدا يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وكمان نسبة الرطوبة ليلا مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا فالأربعاء القاهرة العظمى فيها هيكون 37 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 26 درجة. أما عن الإسكندرية فالعظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة. ومطروح العظمى 31 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 23 درجة. أما عن محافظة سوهاج فالعظمى فيها 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة. كمان إن هنشوف فيها العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27. أما عن أسوان فالعظمى 43 والمحسوسة 44 والصغرى 29 درجة. يعني دي كانت تفاصيل حالة الطقس. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات مختلفة على مدار اليوم. كنت معكم منى يحيى، وإلى اللقاء.